الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى وجعلناكم أمة وسطا. وجمعية أمة وسطا مشهورة قد تقدمت إلى تقديم المساعدة والعون في توفير بعض احتياجات الإخوة النازحين في قطاع غزة والذين أخلوا بيوتهم بالقوة بدعم ضربات قوة الاحتلال الإسرائيلي والذين لا يجدون هذه الاحتياجات. وبالفعل نشكر جمعية أمة الوسطى التي ساعدتنا وأسهمت في إطار السعي الحثيث لإيجاد بعض الاحتياجات هؤلاء النازحين، وبفضل الله عز وجل قد استطعنا توفير هذه الاحتياجات. شكرا لكم أمة الوسطى.